حرام عليهم والله. نمنا في الشوارع القصف العشوائي هذا بدمروا في الناس، الناس العزل الابرياء، ايش لهم في العالم اللي زي هذه؟ اطفال، انا عندي مريضه سرطان مش قادر اروح فيها على المستشفى التركي، اروح وين اروح واخلي بلادي واخلي داري واخلي اولادي؟ وين اروح؟ للشتات للفقر للهموم. لا 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 يا خاله ما بطلع من بلادي انا بضلني فيها نسبه النموم. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.